أنا تحمست معكم على موضوع التجميل، بس على فكرة كافي الرجال هلأ بالوقت الحالي عم بيهتموا بأشكالهم أكثر من السيدات، وفي دراسات أثبتت أنه عم بيلجأوا للبوتوكس وللفيلر ولا أكثر من الصبايا. ها أكثر من الصبايا، فيعني عديناهم للأسف، قلنا هم العاقلين. ما رح أعلق. لا تعليق أكيد إبراهيم. طبعا مشاهدينا أنا حضرت لكم أخبار هنا وهناك، رح نروح لأول خبر معانا لليوم. طبعا النائب دكتور إبراهيم البدور رئيس لجنة التنمية والتعليم قرر أنه يعني بعد اللي بصير مد وجزر بين أخذ قرار تعطيل المدارس والجامعات بعدم التعطيل وأخذ احتياطات أخرى، خاصة أنه إحنا تأخرنا شوي لبلشنا العام الدراسي مع إضراب المعلمين، كان تقريبا شهر، وهالتأخير رح يأثر كمان على طلاب التوجيهي اللي لسه ما التحقوا بالجامعات، رح يتأخروا على طبعا التسجيل، فهذا الإشي كله رح يضر من مصالح أو مصلحة الطالب الأردني. لهيك قرر أنه نخفض مثلا قيمة الفصل الدراسي آخر وحدة ما ياخدوها الطلاب بالمدارس لحتى يقدروا مثلا يقللوا وقت الدوام، خاصة أمام هالمشكلة يعني. وإحنا لحد الآن يعني ما ثبت عنا أي حالة، بس أكيد رح يكون في معانا احتياطات أخرى للتربية والتعليم وإعطاء الفرصة لطلبة التوجيهي الدراسة داخل بيوتهم وإبقاء امتحان التوجيهي على ما هو بدون تأخير، بما أنه أغلب الدول اللي حوالينا عندهم حالات كبيرة بالفيروس أو إصابة بفيروس كورونا والأغلب عطلوا، فكان تساؤل كتير من المواطنين أنه ليش إحنا ما صار عندنا تعطيل، بس الحمد لله الأردن خالي من فيروس كورونا. رح نروح لخبرنا الثاني وبرضه مكملين بكورونا. كويت بعد ما سكرت المطار وبطل فيه رحلات كمان عطلوا المدارس والجامعات والدوام، امبارح صدر قرار إيقاف صلاة الجمعة وإغلاق المساجد. طبعا احنا عم بنشوف الصورة معكم. راح نروح لخبرنا الثالث وراح نحكي عن حادث دهس جماعي صار بالمغرب. للأسف هالحادث صار بمنطقة فيها أكثر من 5 مدارس بلحظة خروجهم من المدرسة، سائق متهور ترك كبيرة أو شاحنة كانت بتنقل الأثاث مشي وقدم ورجع لورا بطريقة هستيرية. طبعا صار في إصابات للسيارات، في إصابات كمان للطلاب. خلونا نشوف الفيدييو ونرجع لكم. ما معنا فيديو، معنا صورة. أوكي. طبعا السائق هرب من الشاحنة بعد ما للأسف دعس كمية كبيرة من الطلاب، بس يعني مسكوه أخذ نصيبه من الناس ومن الشرطة. راح نروح بعد هيك لخبرنا الأرض بتاخذ إجازة. طبعا مع فيروس كورونا معانا صور قديه في مناطق كانت مكتظة بالسكان أو مكتظة بالناس، فجأة أصبحت خالية. نشوف الصور. خلصت هيك الأخبار معانا لليوم. راح نروح لكاثي وإبراهيم، شو تعليقكم على انه العالم اصبح خالي بكثير من المناطق؟ واكيد انتم شفتوا الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح.